مساء الخير مرة تانية. احنا بنتكلم على مصر واحنا مصريين. البرنامج ده طبعا احنا البرنامج ده البرنامج للعرب، مش للمصري ولا التونسي ولا المغربي بس، احنا البرنامج ده موجه للعرب. وبما اننا بنتكلم في موضوع مصر واحنا مصريين، انا الاخ اللي كان بيتكلم قبل الفاصل بيقول ان المذيع متحيز. انا مش متحيز، انا متحيز لحاجة واحدة، بلد اسمها مصر، لا حزب ولا حركة ولا اتجاه ولا طيار. فهنرجع مع الأستاذ مهدي من نيوجيرسي. السلام عليكم أستاذ محمد، إزيك وإزاي ضيوف الكرام؟ أنا مهدي العفيفي من نيوجيرسي. أهلا وسهلا أستاذ مهدي. أستاذ جمال، أهلا بك مرة ثانية في نيويورك، وإحنا كنا التقينا في أستوريا. كنت عايز أسألك سؤالين. أهلا وسهلا. أهلا بك. في الحقيقة احنا اتكلمنا عن تفاصيل السياسة الامريكية وانها ازاي بتاخد وقت عشان تتغير. طبعا زي ما شفت هو حصل فيها تغيير. دلوقتي انت وعدت ان يكون في متابعات لهذه الموضوعات عشان تنتقد الصورة الحقيقية من اللي بيجرى في امريكا للناس في مصر. ده سؤالي الاول. السؤال الثاني، الناس كتير ما تعرفوش والاستاذ محمد اكيد يعرفه، ان في نيويورك ونيوجيرسي هناك معقل للاخوان المسلمين تحت مسميات امريكيه كثيره، وكل يوم بنرى مؤتمرات وبنرى فعاليات بتحاول تغير الراي العام الامريكي. فليه ما يكونش هناك تعاون مع التلفزيون المصري ممثلا في قناه التحرير ومع الاستاذ محمد واخرين في نقل الصوره دي لمصر عشان يكون هناك رد فعل مناسب لهذا الموضوع؟ بشكرك استاذ مهدي، شكرا جزيلا. شكرا استاذ مهدي. بس انا عايز اقول استاذ مهدي ان انا لسه يعني الانطلاقه الجديده لقناه التحرير يعني لسه في اوائل مارس ان شاء الله، وهيبدا معاها البرنامج الجديد اللي ان شاء الله هنحافظ على كل المكتسبات. يعني يعني ودكتور عماد الجزء الثاني ده دكتور عماد هيجاوب عليه بقى. الجزء الثاني ده مهم، لان التعاون ما بين، لان حضرتك برضه شفت تاثير الاعلام الامريكي على على الامريكان وتاثير الاعلام الامريكان على مصر. يعني سي ان ان والقنوات الامريكيه اللي بتتسمع في مصر، ففين احنا بقى من في المرحله دي من خلال مثلا فعلا زي ما الاستاذ مهدي كان بيقول قنوات زي التحرير بتعاون مع قنوات بتعاون مع الاعلام هنا العربي بامريكا عشان نقدر نوصل لصوره حقيقيه. شوف التجربه، تجربه السنين الثلاثه الماضيه كشفت لنا بشكل واضح أن هناك عجز في دور الإعلام المصري في التواصل مع الرأي العام الخارجي، الرأي العام الخارجي سواء كان عربي أو غير عربي. طبعا في اللي زي الأستاذ اللي اتصل قبل المتصل الأخير اللي هو يعني مش هيأثر فيه إعلام لأنه هو دماغه رايحة في سكة معينة، لكن بنتكلم على الأغلبية الساحقة. أيوة. اللي هو مستني يعرف المعلومة الحقيقية، يعني إيه مظاهرات في مصر، يعني إيه عنف، يعني كذا. وأتصور أن ده مجال أنا شخصيا أتمنى أن احنا نوصل لصيغة للتعاون ما بين قناة التحرير وبين ARTI أو غيرها من القنوات، أو مؤسسات إعلامية هنا، مؤسسات إعلامية، بحيث نقدر نوصل الصورة الحقيقية وننقلها مباشرة بشكل واضح ودقيق للرأي العام. يعني عايز أقول لحضرتك حاجة، إحنا للأسف يمكن ما أعرفش هل دي إمكانيات مادية، إن إحنا مصر مش متواجدة في البيت الأبيض، مش متواجدة بالحجم الإعلامي المناسب، فأصبح في ناس تانية لأنه كله في الآخر بيترجم إلى. أنا عايز بس هنا أقول حاجة. أيوة. انه الحقيقه في ناس بتفكر بشكل مهم وعملي في هذا الموضوع، بس محتاجين كمان دعم. يعني احنا كلنا بنشتكي، كل الناس بتشتكي، ولما بنيجي بنتكلم على الفعل بنبقى دايما متاخرين بالظبط، او يعني احنا قاعدين في المقعد المريح اللي هو ايه، الانتقاد والشكوى، لكن المقعد الاكثر فائده هو المشاركه. وخليني اقول لك نموذج، يعني شخص انت عارفه وهو دكتور ماجد رياض. دكتور ماجد بيعد الان وبدا في هذا عمليا باعتباره محامي وناشط، يعني انه يكون ما يسمى بالاي باك او ايجيبشن امريكان باك. حضرتك عارف طبعا انه ده جروبات او مجموعات اللوبي زي الاي باك الإسرائيلي، فإحنا هنعمل أو هم بيفكر يعمل الإيجيبشن أمريكان باك، برضو مجموعة من المصريين والأمريكيين كلوبي ضغط. محتاجين دعم
من 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 حضراتكم جميعا. محتاجين دعم من كل الناس اللي بتشوفنا دلوقتي واللي مهتمه واللي بيشغل بالها هذا الموضوع. محتاجين ان حضراتكم تكونوا جزء من هذا المشروع، واحنا ايضا نكون جزء من هذا المشروع بان احنا نتابعه ونكبره وننميه وننقل ما يحدث فيه لحضراتكم، يعني نشترك بافكار وكذا. واعتقد ان اللي قاله الاستاذ مهدي مهم جدا في ان احنا وبشكل منتظم بشكل منتظم زي ما هتفق مع الدكتور عماد ان يمكن مره كل شهرين او ثلاث شهور يكون في لقاء او زياره او مجموعه حلقات للبرنامج الجديد من امريكا، مش بالضروري بس من نيويورك، ممكن من نيويورك تاني بس من ارض الواقع، يعني من امريكا بالظبط كده. يعني عايز اقول لحضرتك ما احنا بنشوف برنامج بتاعك من القاهره وبنشوف بيفرق كتير لما يكون حضرتك انت على الارض مع ان شاء الله الناس. ان شاء الله ده وعد يعني على كل حال. معنا تليفون فايزه من نيويورك. الو مساء الخير. انا مساء النور. انا فايزه من نيويورك. اصلا انا مش يعني مصريه، انا بس حبيت اشارك. انا طبعا عربيه وحبيت اشارك في البرنامج عشان هو برضه بيخص مصر، وهي مصر تعتبر يعني بلد الجميع يعني في كل انحاء العالم العربي، فحبيت اشارك بس وببارك بالقناه الجديده اللي حتتفتح ان شاء الله يعني قريبا، وبقول لكم يعني انه كلنا احنا زعلانين على اللي بيحصل في مصر، وبنشد على الايادي وبنقول ونبقيت كمان من الراي الاخ اللي يتكلم من قبل شويه مهدي، ف يعني بايد رايه كمان. وانا يعني طبعا مش مصريه، انا يعني يمنيه، ولكن كلنا بنفتخر بمصر، كلنا اخوات يا استاذه فايزه، كلنا اخوات وكلنا عرب. بس انا يعني انا عايز اقول لحضرتك بنفتخر بمصر، والله حتى اصدقاء لي امريكان زعلانين على اللي بيحصل. لا في مصر. عايز 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 اطمنك اولا يا استاذه فايزه، واقول لك انت مش لازم تكوني زعلانه على اللي بيحصل في مصر، انت لازم تكوني فرحانه بما يحدث في مصر. لان يمكن ناس كتير بتتكلم عن انه في مظاهرات، انه في كذا، بس احنا عندنا دايما في الاعلام قاعده يقول لك انه لما كلب يعض راجل ده مش خبر، لكن الخبر ان الراجل يعض كلب. وبالتالي احنا في اعلام عموما يعني ممكن نكون بنركز على الأحداث الغير طبيعية، لكن في مصر في حاجات مهمة جدا بتحصل، في تقدم كبير جدا بيحصل، في محاولة لتعويق هذا التقدم، ولكن أعتقد أنها محاولة فاشلة. فأنا عايزك تكوني فرحانة ومطمئنة. شكرا وسعيد. أسامة من نيويورك. دكتور عماد. أي أسامة مساء الخير. أهلا مساء الخير. أهلا وسهلا. أنا لي ملحوظتين، واحدة للدكتور عماد. كنا عايزين باقة الدش بتاع باقة الدش يكون فيها قناة التحرير تكون في الباقة. والدكتور عماد أصلا موجود هنا عشان كده يعني. يتصل بالدش ويكون في الباقة. أوكي. قنوات التحرير. بالنسبة للأستاذ جمال، المشكله في امريكا بالنسبه لنا ان عدد الاخوان المسلمين كتير، وبنوا مساجد في امريكا وخطباء المساجد من الاخوان، وبيخطبوا في الناس ومصورين اللي حصل في مصر ده انقلاب، وبيجمعوا من الناس فلوس وبيعملوا مظاهرات. فكل الناس المصريين اللي هنا متصورين ده انقلاب، غير الناس اللي هم بيتابعوا القنوات المصريه فعارفين الحقيقه ان دوت مش انقلاب. طب ممكن اسالك سؤال يا استاذ معلش؟ وزير الاوقاف يجيب لنا شيوخ من الازهر بعيد. طب هسالك سؤال الاخوان. نعم هسالك سؤال. طب ده نعم اللي بيعمله الاخوان. اه وحضرتك بتعمل ايه؟ انا بوضح الصوره لكل واحد اعرفه، اوضح له ما على قد ما تقدر. اقصد اقول على اقصد اقول انا بقفش على منبر وبخطب في مفهوم، بس اقصد اقول يعني انه في جهد ينبغي علينا، ولازم كلنا نكون زي ما الجماعه الاخوان ممكن يكونوا معتقدين في فكره ثبت خطاها، اعتقد ان احنا كمان يجب ان نعتبر يعني نعتقد في فكره ثبت ايضا صحتها، وهي الوطن
واحنا لازم يعني نبذل مزيد من الجهد والتعب في هذا المجال. ناخد تعليق دكتور عماد على يعني انا بس عايز اقول لكل المشاهدين احنا اولا غير مرتبطين باي جهه رسميه، يعني ليس لنا اي صفه رسميه. نمره 2 عايز اقول احنا كنا عايشين ولا زلنا عايشين في المجتمع المصري. مصر كانت رايحه في 60 داهيه في زمن الاخوان وزمن مرسي، يعني وصلت ان السيدات غير المحجبات بتقص شعرها في المترو، تطلع سيدات يقصوا شعرها في المترو. وصل يعني ان مصر بقت يعني مكان لقدوم كل المجاهدين سوكولد، يعني مجاهدين من كل مكان في الدنيا. انت تروح مطار القاهره كنت تلاقي ناس جايه هو الحقيقه كل الارهابيين يا دكتور، يعني لانه ثبت بعد ذلك انهم بيمارسوا الارهاب. اوكي، فعايز اقول مصر كانت بتتغير تركيبتها بشكل كبير، وكانت بتضيع مصر اللي كنا نعرفها وتربينا فيها ونشأنا فيها، وكانت طاردة لأبنائها وولادها. طب معلش أنا ليه سؤال دكتور عماد، حضرتك بالنسبة للحزب المصري الديمقراطي، يعني في هل في مرشح للرئاسة من الحزب؟ لا، بص جابة الإنقاذ كلها ما عندهاش مرشح رئاسة، كويس؟ يعني مفيش مرشح للرئاسة. لا لا لا، مش هتقدم مرشح. والتوجه العام هو أتصور أنه الحزب هي بيناقش لما يشوف انتهاء باب قفل باب الترشيح للمرشحين ويشوف مين أفضل مرشح ويبدأ يتناقش معاه ويدعمه. لكن عايز أقول حاجة، خلينا نقول في مصر ليست لدينا أحزاب سياسية قوية حتى الآن. يعني لو جابت الإنقاذ كلها، من هقول لحضرك، لو جابت الإنقاذ كلها اللي فيها حوالي 10 أحزاب قالت مرشح معين، الناس عندها مكونة رأيها تجاه المرشحين، يعني عارفة مين المرشح اللي هي هتنتخب. لأن عدد الأحزاب كتير، بس العدد لسه الأحزاب يعني لسه بقية. ناخد دكتور مرسي من نيوجيرسي. أيوة، أهلا دكتور مرسي في نيوجيرسي. أنا طبعا بتابع اللي بيحصل في مصر من خلال معتز الدمنداش في اللي هي مصر الجديدة. أنا سعيد طبعا بكلم مع الأستاذ جمال عنايات والأستاذ عماد. أنا هنا دكتور وناجح جدا وعندي مستشفى كبيرة ونفسي أساعد مصر. أنا الحقيقة بحترم طبعا ما في شك المشير السيسي، لأن هو حول مصر أو بيحاول إن هو يحول مصر لتبقى الأمان، مصر اللي عشناها أيام عبد الحليم وشادية. أنا سايب مصر 28 سنة وبعدين بقالي هنا 28 سنة، ومن حوالي سنة بدأت أتابع أو من سنتين مع معتز الدمنداش وبحاول أتصل بيه من هنا، لا يمكن أعرف أوصل للتليفون بتاعه، يحط التليفون يقول لك لو بتتكلم من برا من أمريكا ما بتقدرش توصل له. الحقيقة الواحد نفسه يشوف مصر الحب والإخاء وإن الناس تكون كويسة. والمشكلة اللي في مصر حتة الدين، كل واحد متسلط، ما كانش الواحد يكون الست تكون محجبة أو يكون مسلم، والإسلام المفروض زي أمريكا هنا الدين لله الوطن للجميع. حضرتك عايز تساعد مصر مستشفى جوه الانسان. اتفضل. يعني الحقيقه انا لاول مره اعرف اوصل للاستاذ جمال عنايات، ونفسي تقول يعني لمعتز الدمنداش انا بشوف مصر الجديده، مصر مراتي امريكيه وبنتابع. يعني انا اولا حنقل يعني اعجابك ومتابعتك للزميل معتز، وهو صديق عزيز، لكن في نفس الوقت يعني ان شاء الله حضرتك هتكون يعني تقدر توصل لنا في البرنامج القادم ان شاء الله بكل سهوله ويسر. واتعشم ان كل مشاعرك الجميله دي تتحول الى واقع يبقى موجود في مصر. يا ريت مصر ترجع ايام زي ايام عبد الحليم، يا ريت ايام الجميله دي. معانا من كاليفورنيا الاستاذ علي من كاليفورنيا. مساء الخير عليكم جميعا. اهلا استاذ علي. استاذ محمد اهلا بيك، استاذ جمال عنايد ودكتور عماد، احنا سعداء جدا ان احنا بيجي لنا الفرصه طبعا في المصدر. ربنا يخليك. انا في حياتي عامل مداخله تليفونيه، وانا بحب اطمنكم ان زي ما في ناس بتتكلم وتقول اعلام فاسد واعلام مش فاسد، في برضه ناس هنا في امريكا رسل للصوره الحقيقيه اللي بتحصل في مصر. كويس. واحنا منهم. حضرتك ما عندكش اي فكره
كميه المناقشات اللي بدخل فيها يمكن يعني بصفه يوميه، سواء قاعد في الشغل ولا سواء قاعد في قهوه مع اخواننا الفلسطينيين واخواننا اللبنانيين واخواننا المصريين اللي للاسف مغيبين تماما. يعني حضرتك يا استاذ كمال من حوالي افتكر شهر او شهرين كنت موجود هنا في نيويورك وعملت لقاء مع اخ مطرب. ايوه كنت بتتكلم معاه ودخل معاك في نقاش كده يعني قلشت منه شويه. انا بس ليا منكم طلب صغير قوي. لما حد يتصل بعد كده زي الاخ اللي اتصل من حوالي مكالمتين دول فعلا خلوه يتكلم لانه هتلاقوه في الاخر. طب ما سيبناه يتكلم يقول ايه؟ ما يعني احنا سيبناه لحد ما هو قفل. لا هو قال هو يعني انا عارف ان الحماس بياخدنا كمصريين. لا 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 انا بقالي في امريكا 15 سنه. انا بس حبيت اريحه واجيب له الكلام من الاخر. هو لا بيحب يتفرج علينا ولا عايز يتفرج علينا، هو عايز يقول كلمتين. طيب اذا عايز تقول انه جزيرة احسن ناس والاخوان اجدع ناس وبتاع وانت موافق عليك خلاص اوكي فاين. طيب مظبوط كلام حضرتك مظبوط. شكرا. بس شكرا. المره الجايه لما 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 يقعدوا يتكلموا هتلاقيهم سكتوا لوحدهم. النقطه الثانيه بقى اللي انا كنت عايز اكلمكم فيها سريعا، ان انتوا زي ما بتيجوا نيويورك على فكره في جاليه كبيره جدا من المصريين. والله لسه انا الحقيقه اتمنى ان انتوا تيجوا تعملوا ندوه معانا هنا ونتكلم وناخد انتوا مع بعض، لان احنا بنتعلم منكم نرد على الناس هنا ازاي اما ما بيبقوش فاهمين حاجه. ان شاء الله. شكرا. شكرك. شكرا جزيلا. شكرا. يعني طبعا عنده حق، يعني امريكا كبيره 50 ولايه ومسافات بعيده. كنا بنتكلم المره اللي فاتت كنت قلت لي عايزين نعمل في كاليفورنيا وفي تكساس وفلوريدا ونيويورك ومونتريال وتورونتو. هو ده المفروض ان شاء الله نبقى يعني نعمل خطه لهذا الامر، ان ده يعني ده شيء مهم جدا ولازم يدعم فعلا. حتى يعني قرارات تحرير انا في قناه خاصه وبرايفت، ولكن لازم يدعم حكوميا برضو لصورة مصر. لا احنا مالناش دعوه، عايز اقول لك يعني التدعيم الحكومي احنا أيوة. يعني ربنا يعينهم على المسؤوليات اللي عندهم، لكن انا اتصور انه جزء من الهم الوطني لينا كمصريين، اتصور ان احنا يعني اذا كان في حاجه هنفكر فيها بعد الحلقه هو ان احنا ممكن نعمل خطه ونطلع ان شاء الله يعني مرتين في السنه تعمل 5-6 ندوات في 5-6 ولايات واماكن مختلفه جست للنقاش وننقل الصوره الحقيقيه للناس. في تواصل مع الجاليه هنا حتى حضرتك وانت في مصر برضو في تواصل هنا مهم. مع الجاليه في مشاريع بتاع الجاليه هنا بنفسهم بيعملوا. يعني انا هقول لحضرتك حاجه من ضمن المشاكل اللي احنا مثلا بتقابلنا، حتى الدكتور مرسي لما اتكلم وقال على التبرعات في معظم البرامج، يعني انا يمكن قلت للاستاذ جمال المره اللي فاتت ان حتى الرقم اللي بيظهر على الشاشه ده غير صالح ان انا اتبرع. انا هقول لك للبنك محمد. لازم في طريقه معينه سويفت كود الرقم يعني يكون الايبان والكلام ده بالظبط ده وخبر حضرتك، لان عشان احنا نوصل يوصل صوتنا هناك ويبقى لنا دور هناك لازم برضو في حاجات بسيطه يبقى في بينا تعاون. وقناه التحرير ووجود الدكتور عماد هنا في الوقت ده يعني ده بيدي دفعه كويس، لان ده ما حصلش من قنوات تانية قبل كده. انا عايز اوعدك عايز اوعدك بس بين قوسين، واعتقد دكتور عماد يوافقني انه الاهتمام بالمشاهدين والناس اللي سواء في امريكا كلها على اتساعها او في كندا او في استراليا او في اي مكان خارج الوطن، اعتقد ان ده هيكون جزء اساسي من اهتمامنا فيما هو قادم. تفضل. انا اتصور انه ممكن يبقى في تفكير جدي في الفتره اللي جايه، مش في انه رقم والناس تتبرع نقدا، ده مثال يعني. لا انا اتصور انه ربما يبقى الافضل زي ما تفضل الدكتور مرسي انه نتعلم من تجارب الدول الاخرى، ان انت ما عندك مثلا شخصيات مصريه بارزه في المجالات المختلفه، مش هقول تدي شهر كل سنه 15 يوم، يعني شوف التجربه الـ يعني الرائعة في مصر النهاردة، تجربة الدكتور مجدي يعقوب. أيوة. أنه ساب لندن وراح عمل مستشفى في أسوان لعلاج قلب الأطفال، وحاليا بيعمل مستشفى لعلاج قلب الأطفال في إثيوبيا، وبيروح يعني مهام في علاج قلب الأطفال بالأساس في دول إفريقيا. لكن مركز القلب بتاع مجدي يعقوب اللي موجود في أسوان من أفضل مراكز القلب على مستوى العالم، فعايز اقول وبيحصلها دونيشن كتير من بس مصرين. للاسف لان الاعلام والضوء كله في القاهره، لان هو الراجل لا هو الراجل بتاع اعلام بس لا بس على فكره بس على فكره هذا المركز حائز على اهتمام ضخم جدا طبعًا. يا دكتور عمال. طبعا لا اللي انا عايز اقوله ايه اللي عايز اقوله ان ممكن
في المجالات المختلفة، كل واحد حسب تخصصه. يعني لو في مثلا مصريين موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية أو في كندا أو في أستراليا متخصصين في أمراض القلب، ممكن يروحوا ويتصلوا بالدكتور مجدي يقعدوا معاه مثلا أسبوع كل سنة. معلش أنا هقول لحضرتك التليفونات كتيرة زيادة، يعني أنا عايز يبقى في مجال، إحنا لازم نعمل حلقة للتليفونات بس. ناخد آخر مكالمة بس، أحمد من نيويورك، اتفضل أستاذ أحمد. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا وسهلا. تحياتي لحضرتك، تحياتي للاستاذ عماد، وتحياتي للاستاذ جمال هناي. الله يخليك، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الله يخليك. والله انا في نقطه بس انا عايزه اتكلم عليها، يعني بالنسبه للاعلام، انا مش ضد الاعلام ولا اي حاجه، الاخ اللي طلع من شويه وهاجم الاعلام وكل حاجه، بس انا نفسي في حاجه واحده بس. انا بحب بلدي جدا، انا مصري، انا عايش هنا بقالي اكتر من 15 سنه، بس انا بحب مصر جدا وبتابع كل الاحداث اللي بتحصل في مصر. اللي انا شايفه ان الشعب المصري دلوقتي منقسم على نفسه. الشباب النهارده اللي طالع كل شهر او كل فتره بنلاقي الشعب منقسم لحركات، حركه تمرد، حركه 6 ابريل، حركه كفايه. انت حضرتك كنت في مصر اخر مره امتى يا استاذ احمد؟ انا هنا بقالي 16 اكثر من 15 سنه دايركت، انا ما نزلتش فيها مصر. لا ما نزلتش مصر. انا هقول لحضرتك حاجه، انا بقالي 25 سنه بس كنت في مصر من شهر. لو رحت مصر مش هتشوف ولا حاجه من الحاجات دي كلها، هتعيش حياتك العاديه جدا. انا عندي كل القنوات العربيه، وهتروح وتاكل في المطاعم انت بتحبها، وهتروح السيده زينب وتسهر، وتروح على النيل وتخرج مع اصدقائك وتصلي الجمعه وبتروح، اللي بيروح الكنيسه يوم الاحد بيروح، ما فيش حاجه خالص. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، حتى كنت في مصر من شهر، انا عايز اقول لحضرتك حاجه، مفيش اي حاجه خالص من الكلام ده. انا عايز اوصل ببلدي للنقطه اللي انا عايز اشوف بلدي دي احسن بلد في العالم. رسالتك وصلت. علشان اتفضل. انا يعني انا كواحد من مشاهدي القنوات والاعلام والحاجات دي كلها، انا بتابع اخبار مصر، بعرف اخبار مصر، بس انا وجهه نظري اللي انا شايفه ان احنا لازم نتحد كلنا مع بعضينا، لازم نتحد كلنا مع بعضينا. طيب نسح الف شكرا يا استاذ احمد. الاحزاب وتعدد الاحزاب، شكرا. اقول لحضرتك حاجه، ده بيعمل انقسام في البلد، ده بيعمل انقسام. موضوع الانقسام ده اللي هيجاوب علينا اكتر الدكتور عماد، يمكن عنده الاجابه بص يا استاذ احمد، موضوع الاحزاب ده موضوع طبيعي، مفيش ديمقراطيه بدون احزاب، فالاحزاب ظاهره صحيه. يعني انا من اكتر الحاجات اللي بتقلمني لما بسمعها كلمه الانقسام في المجتمع المصري. والله العظيم المجتمع المصري منقسم، ولا الشعب المصري منقسم دينيا ولا عرقيا ولا طائفيا. هو عندنا مجموعه لها تبع لتنظيم دولي بتعتبر مصر حلقه من الحلقات، بتعتبر مصر ولايه من الولايات، وقال الرجل طز في مصر وابو مصر. يعني في ناس لا تؤمن بقيمه الوطن، وهي نسبه محدوده، انا اتصور لا تزيد عن 10% اللي بيتبعوهم، يعني هم كجماعه لا تزيد عن 1% من المصريين، لكن ممكن يكون معاها حوالي 10%. لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات، المشكله انهم اتجهوا لاستخدام العنف والسلاح ضد المصريين العاديين، وبالتالي الدولة المصرية الآن تسعى لاستعادة الأمن والسيطرة. وزي ما قالك أستاذ محمد، والله إحنا بنرجع بيتنا أحيانا الساعة 2 صباحا والبلد آمنة ومستقرة. كل يوم جمعة عندنا بعض المظاهرات، لو تابعتها من آخر 6 شهور هتلاقي الكيرف نازل، منحنى هابط تماما، يعني وصلت لأنها بعض الأعمال الإجرامية كل يوم جمعة فقط لا غير. وأتصور إن ده ممكن قدامه عدة أسابيع، يعني عدة أسابيع. لا، مصر آمنة تماما بالمقارنة بأي مجتمع آخر. شكرا دكتور، الوقت بيدهمنا يعني، فأنا معلش بس كلمة أخيرة دكتور عماد لمشاهدي أمريكا، ووعد بوجود قناة تحرير على ديش نتورك. يعني احنا هدف الزياره دي بالاساس انا والاستاذ جمال هو ان احنا نحط نوصل اتفاق حتى يرى العرب في الولايات المتحده وكندا واستراليا يروا قناه التحرير بشكل منتظم. نوعدكم ان احنا بالنسبه لامريكا هتبقى موجوده قناه على ديش نتورك. نوعدكم ان احنا عايزين تبقى موجوده بكل السبل
الممكنة، كل السبل الممكنة طبعاً. طبعاً يعني أكيد يعني أكيد نوعدكم بأنه إذا الجماعة بتوع ديش نتورك ادونا أوفر كويس وعقد فير طبعاً حكومة موجودين، ما ادوناش هنروح لحتة تانية، لا مفيش برضو حنبقى موجودين في أمريكا. يعني إذا كان في حاجة نقدر نقولها في الآخر بعد شكرك أستاذ محمد على الاستضافة، هي أنه فعلاً فكرة أن احنا في الفترة اللي جاية يبقى فيه تواصل مع الجاليات المصرية والعربية اللي موجودة في الولايات المتحدة في كل ولاياتها، أتصور أن دي فكرة هنفكر فيها جديا، وأتصور أن احنا نقدر ننفذها تدريجيا. بس دكتور الأستاذ جمال الكلمة معلش، مشاهدي أمريكا بقى أنت حبايبك دول يعني مش أنت مش غريب عنهم يعني. لا والله يا حبايبي فعلا بس عايز أقول أنه يعني أنا سعيد جدا بأنه بعود للتواصل مع حضراتكم، يمكن فقدنا هذا التواصل مش مدة طويلة، احنا بنتكلم على أقل من شهر، لكن أوعدكم أنه خلال أسبوع 10 أيام يمكن أو أقل نكون موجودين في قناة التحرير بشكل جديد. أقول لكم أن أنا ما كنتش هعمل، يعني أنا ما بعتبرش وجودي في قناة التحرير مغامرة، لأني ما لم أكن واثقا كل الثقة أنه هذه الشبكة ستكون واحدة من أهم شبكات التلفزيون المصرية والعربية، ما كنتش يعني انتقلت إليها. أنا عايز أقول لحضرتك بس معلومة في الآخر بما أن إضافة للي قاله جمال، إحنا قناة التحرير هي قناة كانت هي موجودة بعد 25 يناير، لكن كان عند ما تقدم المجموعة اللي إحنا بنشتغل معاها لشراها سنة في 29 يونيو 2013 كانت نمرة 54 حسب ترتيب القنوات المشاهدة في مصر، آخر ريتنج هي نمرة 6 على القنوات المشاهدة في مصر من شهر يونيو، من يونيو 2013 يعني هم نتكلم في 6 شهور 7 شهور صعدنا كمان سنتين خوف إن شاء الله كمان 15 يوم هتلاقي لا إن شاء الله هتبقى بتوفيق وهتبقى يعني شريك مفيد لكل القنوات العربية إن شاء الله. وأنا بشكر يعني أعزائي المشاهدين، يعني أنا مبسوط أن أنا رجعت بعد سفر وبعد شوق للقائكم مع ضيوف يعني فعلا عزيزين على قلبي وعلى قلب كثير من كل المشاهدين مش المصريين بس العرب، فأنا بشكر وبتأسف لهم أن أنا خدتهم مرة واحدة كده بعد ما جم السفر امبارح ما لحقوش يناموا وأن هم ييجوا، بس هم يعني كانوا مبسوطين جدا أن هم هيتقابلوا مع أبناء الجالية العربية هنا من خلال برنامج الجسر. فأنا بشكر الإعلامي الكبير الأستاذ جمال عنايد وبتمنى له التوفيق في قناة التحرير وإن شاء الله هنتابعه. أيضا بشكر الدكتور عماد جاد اللي شرفنا وبيدينا ببساطة زي ما قلت لحضرتكم في البداية إن الوضع في مصر عامل إزاي، والدكتور عماد دايما هو بيبص للشخصية المصرية للمصري بدون أي انحياز لأي اتجاه، وده هدفه هيكون القناة. فبشكر الدكتور عماد جاد رئيس تحرير شبكة قنوات التحرير اللي هيزيدوا من 1 لـ2 لـ3 ونتمنى يبقوا 10 وأكتر. شكرا وفاصل ونرجع مع ريتا لنكمل برنامج الجسر، ومتهيألي يا محضراتكم مفاجآت كتيرة فنتابع مع ريتا، تابعونا.